خاصك؟ نشربوا شي قهوة. تتحبوا هذيك في الطريق غبرتينا صاحبي راه نسني يا راه الحضيان. السلام عليكم. السلام دير بخير زريعه كنصوريك ما كتجاوبش واخويا المدام اش غادي ندير لك انايا نبقى نجو المدام حدايا فين هي السلعه شوف جيب السلعه نقيه فهمتي ايه زيد جيب السلعه نقيه الشاف كبيره كيشيقفك وانا راه خدام معاه شحال هذا وشني اللي غنخدم معاه دابا المهم راه شارين السوق هنايا فهمتي حال وانا كنتسنى في هذا المنقار هذا المافيوزي مشي دابا ندبر على راسي هاو تمليح هادي هنا خدم ما كاين اللي غايجي لك فهمتي جبت السلعه من مالك جبت السلعه صاحبي تا هذا ما كيفاش كتخدموا معاكم اصاحبي سوا خمس سورة معاك شاف حل شاف الماله وبالي راني جاي اش هادشي اللي كيجبدوا من مالك ايا المنقار السلعة صاحبي اللي كتخدموا معاك هذا مسوق حتى هو خمس تور نادي السيمو نادي شوف شوف زريقة زريقة ها انت هذا 20 غرام هذا نص كيلو كاينين جوج غرام خدمتي هادي تاع المسوق هذا خدمتي هادي واش انا غتوريها ليا انا قلت لك شوف اسكت السوق طالع اسكت خليه يولي داوي اصاحبي تا خدمتي انا غتوريها ليا ولا باترون كيسوني لا ناضي لا ميساج كي بانت لك السلعة لا ناضي شوف ديما يتسرح فلاش هي القب باي ديالي فهمش فلوس اش يدوز عندي يلا ماك عارف ما غتلقاني صاف يلا حي صافي كون هاني انا عارف ما فهمتش انا اللي كتخدم انت اش كدير تما خلي لعبه خلي لعبه عزيز لي لا ناضي راك عجبني انت اش بغيتي انت قهوه تشرب عندنا حنا اش خاصك نشربوا شي قهوه وحنا مال الوقت ديما كيجيو عندنا الخدم كيجيو كنصدروا مقدم مقدم ومال الوقت شكون صدروا ما صح عارف هاد القهوه تش داكشي تاش كتمتم عليا تماك تاش كتمتم عليا تماك غتبيع بيا غنضرب امك في راسك غتخرج من هنا صافي فهمتي صافي كون حنا مشربوش شي قهوه زعما نعطاك واحد 100 درهم هاك شد 100 درهم اه شكرا على الشد تبيع بيا نطرد داك الموك على راسك صافي ود امينه راك معروف زريقه انت حدي مع الغاشي اللي يدير ديالك التسير من ديك الهضره سير وصافي حي سير الله يعاون زريقه راه قاد بخدمتو مريت مخو هذا اسمح لي الشد صافي انت دابا السلعه كاينه صافي حي واش درتي ليا في هذا في هذا هذا ناضي عاجبني خليه ناضي نادي واخا
مسطي زيد لي نار هاقرني هاقرني هاقرك هاقرني لا الان ماشي مشكل هاقرني علام برو صراحة حسن لي اللهم هذا مسطي حسن لي من شي واحد بعقله ويخورني منك ويخورني منك هذا نادي نادي عاجبني من بالي ما تعطلش بالي خليني نحرك دخل مالك كليان مال كليان حد كليان كيتسنى ياك اش غندير كيبان لي مبلي غنصبوا عليه نبيعوا ليه دجاج مهرس راه كنبغي خدمه مزيانه تقول لي دجاج مهرس واش انا كنبيع دجاج مهرس هنا ولا فين هو الكليان ما هو برا انت نوض تبعني نوض تبعني راه انا مولا بالا تحت بالي باغي نحرك دي جي دي غبار الله الله يلا بخير يا الله ما بصح بعطيني نعس كلشي والو 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 الخدمه وهذا راك عارف اليوم عندي روبو مزيان كنت نعس مزيان مزيان دابا راه جيت شي الخمسه تاع العشيه هادي صاحبي شمال خمرنا او مزيان حقا عندي لك واحد الخبر الله يسمعنا اخبار الخير اه الخير ان شاء الله اليوم وليت ضابطه ديال الشرطه اه واش ضابطه الشرطه شمال كل شيء ولا تحمقيني ولا شنو انا نبقى نشكر رايحه وما نخرج وما ندور وما فهمتش تكالم واحد شويه مع راسك تكالم راه الوقت اللي بغات فكاك واش ندير لك انا قلت لك قلت لك اه ونزيدك اخبار اخرى ثاني شنو هي الاخبارات وملي وليت اليوم الضابطه ديال الشرطه جا عند القائد ديال المركز قال لي تشكل فيك بواحد القضيه ديال اكبر مافيوزي واه شمال اه هذا المافيوزي ديال الروين هنايا شبكه مع بنادم كامل اش كيدير كيتشاجر في البيضه فاش كيدير سنتها بيضه مالك لا لا والو والو وصاحبي وانا ما عجبنيش انا يا الزواج هذا انا ما عجبنيش ما فهمتش انايا ما كنخرجوا بحال الناس ما الخدمه 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 هيا زيد كمل وانا عيد عيد شوف انا راه باش بقيت تصدع ليا فراسي ياك غنوض حتى الحوايجي ياك وغادي نوض نطيب لنا شي طاجين منك وراه ضرني راسي انا ضرني سيري يلا سيري سيري طيبي لنا الطاجينات ايلي تشد المصيبة يا ربي الو
وي معاك معاك انا شنو كتسمعني من قاري حتى صاحبي المدام راه عطاو هنايا واحد المينا وقال لك خاصك تشد شي واحد اللي كيدير الكوكايين ما فهمتش وراه خاصني نلقى شي حل شو جي عندي دابا جي عندي دابا جي عندي دابا حي حي سمارة 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 بغيت نفهم واحد القضية بعدا السيد ملي قلت لي انا وليت ضابطة الشرطة بتبدل لي لون خرج في الهضرة ما فهمتش شي حاجة هادي المهم كملت شي بعدا ما عرفتش ما هي فيك انا غادي نمشي دابا الخدمة صافي انا خدام واش انا عرف هاد الخدمة عندك تنسى واحد انا ما تبقاش داوية بزاف انا عارف اني كنت ليا البدا صافي دير هاد الخدمة عندك انتايا ديك الساعة ملي جالس جالس ما عندك ما يدخلش لما كاين صافي ما تبقاش داوية عارف اني كنت ليا البدا ما حيتش الدوسية ديال بنادم ما حيتش لك انت لا حول ولا قوة الا بالله ما ربي تستر يا ربي تزيد هذا ما فهمتش اخويا ما فهمتش انا قالك المدام غيعطيو هاد الكارتي هذا صاحبي قالك شي بزنس كيبيع الغبره ما كيبيع الغبره شكون هو البزنس تاسكت تاسكت شوف معاك المنقاري مافيوزي ما تخاف من حتى حاجه فهمتي قلب هذاك الميكل حداك شنو هو هذا شنو هو هذاك الخمار خمار اه الخمار غتلبسو ها غتلبسو خريه من لبس خمار اه الا ما بغيتيش مرشك ساق الخبار باللي انت هو داك الشفار حتى هو داك البزنان وكيفاش انا غادي ندير هاد الخمار هذا ما فهمتش غادي نلبس غتلبس الخمار غتولي بحال تولي تبيع بالخمار وانت اسكت انت انت اسكت خاصك في الهضره اسكت زيد اه دابا انا غادي نلبس هاد الخمار هذا اييه واخ دابا انا غنلبس هاد الخمار وفي العشيه غنجي ندي من عند داك فلوس السلعه اللي جبتها لك مع الصباح صافي دابا انا غنلبس خيمه راه غنلبس خيمه صافي صافي وسير وفي العشيه غنجي ناخذ فلوس دابا انا غنلبس خيمه تو ما كتضحك يا وليدي ما كتضحك يلبس خيمار ها يلبس خيمار ضحك ضحك راه حتى غتلبسي راه حيت انتي غتخدم معاه راه انتي غتلبسي ضحك يلا ضحك راه غتلبسي صافي ما لابسوش واسكت راه هنا هنا فين قالوا لي كي عمر انا شي بلاصه ما خافيهاش وحنا دابا ما جيناش اسمع قربال اسمع اللومان راه هذا الشيء الا ما درناش ليه شي حل راه غنفزع كل واحد فيكم غيدي بلاصه شي قنش وغنبدل السيرفيس راه انا عيت اخويا طبت واش انا خدامه راسي راه ما يمكنش وراه هذا لا وهذا لا حنا خدامه ما يمكنش انا راه مركين عليا من الفوق فلانه جا فلان ندير الفتنه راه ما فهمتش انا حنا راه هنا كنشوفوا كل شيء على عين قربال ما تبقاش اخويا انا عشت ليا سيتي تتحرك واحد شويه جات فحالو اسمع اسمع راه ملي كتجي من الفوق راه ما قعدنا ما نديرو يعني السيده هذه راه دار الخبله هنايا فهمتي دار الخبله يعني خاصكم تكونوا معايا رجال كيف واقفه معاكم انا ترجلوا معايا فهمتي حنا معاك يعني هذا مقاتلكم 24 ساعه خاصو سيدي يحضر ما عندنا ما نديرو وانا متاكده دابا حنا راه مشكله خصنا هات راه البلاصه كيقول لك فين كاينه وراه هادي هي البلاصه راه ما خافيش عليا ما خافيش راه ماشي غادي تشوف كذا انت جينا ما لقيناش
واخويا ما عندي ما نقول لكم انا بعدا خاصكم تكونوا واقفين معايا رجال هذا ما كان وحنا راه واقفين معاك توقد معايا انت توقد معايا راه واقفين معاك التعليمات راه جايه من الفوق جايه من الفوق اصاحبي اسمعني عطيني عقلك جايه من الفوق خاص 24 ساعه تدخلونا يدخل صافي ديما راه قرب الحد لي من هنا شوف شوف يلا شي بلاصه صافي كنقلبوا فيها ما كنلقاوش ما عرفتش اها عندك شي خبر اها مرحبا اها فينا بلاصه اوكي صافي سلاماتك اوكي انا غنعيط للدراري دابا نقول لهم واخا يلا واخا كيفاش بلاتي ترى راجلك غتقول لي بلاتي وراك داوي مع الشاف اش غندير عندي مشاكل في الخدمه عيت عيت هذا الله وعطبت انا بعد عيت سمعتك كتغوتي من الصباح ما ايوا راه غير داك الخين اللي دير لي الخبلانه فهاد لاني كامله يلا جاتنا واحد الخبر عليه مع قائد ضابط الشرطه دابا عيش والله غدا خاصنا نعيط للدراري دابا باش يديروا الدوريه غدا مع الخمسه ديال العشيه ان شاء الله مع الخمسه اه وي مع الخمسه ايه غير واحد الدرب الدرب التالي ويقدر هو يكون ماشي الخاطر وكيبيع ولا راه ظروف بنادم راه ما خدامش الشباب راه كامل ما خدامش ضايعين في المغرب هذا راه ما كاين لا خدمه لا والو الناس عندهم ديبلومات شادين الدكتوراه ما عرفتش شنو ما خدامينش علاش غتعذبوا نتوما راسكم تشدوا خليه يبيع وما تدخلش يا سيدي في خدمتي اديها في راسك ويلي واش انت مصدق واش اللي عنده الظروف كيمشي يبيع المخدرات وكيبيع الهلواسه وكيخرج على الامه ديال البشر واش انت لاباس ولا مالك راه هادي خدمتي دونك ما تدخلش ليا فيها كاع وكون لا لا كون كانوا يخدموا الناس كاع ما تلقيت الشباب ضايع والناس ما عندهم ما ياكلوا ما يشربوا لا اله الا الله لا اله الا الله راه كاع الناس اه ديرك الله فاش تخدم هاد الله فاش يخدموا هاد الله فينا هي الخدمه فينا هي بزاف ديال الحوايج ماشي انت يدير لي الخبله في مدينه على قدها الناس كتهلو سيتي في عباد الله وكتبيع البنادم كاين اللي ما عندوش كيمشي يشفر غير الوالدين وكيجيب باش يشري من عنده كاين اللي كيمسكين كيمشي يشفر ويجيب اي شيء من عنده دونك هذا خاص ضروري نلقاو عليه القبض قبل من هاد 24 ساعه اللي جايه لحقاش راه لنا الضغط من فوق واش غادي نقول لك الله يسهل الله يسهل عليك صافي هذا الموضوع دابا ايوا كيف داز النهار اليوم صافي صافي الحمد لله الله يلا الخدمه تماري عيت عاد في الدقدقت ديال بصح هذاك الروب اللي خدينا البارح ما ارتاحيتش فيه والله ما ارتاحيتش فيه لا لا الله الله واش غدير انا ما نجيب لك شي حاجه تاكل نوضي والله الا ما كليت شي حاجه من الصباح آه. ما فهمتش ما يريتش هذا ما فهمتش ما يبقاو تابعين هاد مول الخيمه واش نقلب على شي حاجه اخرى نديرها ولا قلتي شي حاجه تايا لا 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 ما تبوتش معاك تويتش معاك الليلة الليلة يا ليلى الليلة الليلة يا ليلى
الشمكار هذا غيدير لي الفرطان. مولات الخيمة عارف دبر لي البروز ودبر لي شي درهم ولا ما عرفتينيش انا شكون ما عرفتينيش شكون شكون ينسي شكون عرفتي دابا الريقه تحيه شي سمح لي شي حيت خونا غادي لي الفرطان هذا النوط هي نعم صاحبي ما نشم نشم اجي اجي عندي شي ديك المره اللي جالسه شم اه تمشي عندها اش طال امانه اش ادي معاك الواجب واش شك تصدر فيا ودابا سير صاحبي تما كت بلا ما تصدر فيا سير صاحبي شوف عطال امانه اش قدي معاك بنادم كي داير المقطوع تو شري لنا عصا ما مول الوقت شي بغيت غادي مع الخمسه دابا ها هو انا ولي يمني طيب غنمشي فين ما مشيش فين هاد المرايزه صافي طيب شي سنه ندير بهم الدين لا بس مشي ترى ما عنديش اصاحبي فلوس والدي ديال الدواء دو بس عاود الماء الدور اخر مره اخر مره عين اصاحبي دور حيد فلوس اللي تجمعت فلوس اليوم غتكح والله غتكح بابا اخيرا جمعت فلوس السلام عليكم خويا خويا لحقت فلوس خويا اشني راه ناقص هادي اصلا انت كنت تعاد عليا مالك شنو هو سربينا صاحبي الله يرحم لك والدين اللي كاين الله يرحم لك والدين طلع اخر مره تجي لي ناقص صافي والله ما اخر مره وصافي سعد فلوس دور دور حيدك هالشيري دور شرشو طيب طبع فين طبع وين السماء اه برضه حديد موقع واحد ضعيف Thank you.
صباح الخير. مالك ما تشمن بليش تقول داك الموضوع ديال البارح، غانت تخرجي تقلبي على واحد، ما فهمتش انايا برصتني داك الموضوع. الموضوع ديال هذيك البزناز اللي كيبيع داك الشيء الكوكايين. ومالك انت بقى شي داو في هذا الموضوع بزاف كثر من القياس. هو خايف عليك. خايف عليا؟ اه. اللي قاده براسي الحمد لله. لا راه خايف عليك اش من قاده. لا مش خايفش. ما عندكش منش خايف، هذاك قاده براسي حيت منشي اللي برزتي راسك بزاف. لا الصباح ما نفكر فيه. وكيفاش؟ تهدى لا تهدى ما عندكش. انت الخمسة. اه خمسة. فين البلاصة قلتي لي ما عرفتش. نقول لك البلاصة كيفاش دايرة تما. انا راه عارفاني كندوز من تما. لا راه عارفين داكشي ديال الخدمه كيخصني انا يعني راه ما خاصكش تبقى داوي فيه بزاف يعني فهمتي الصباح هذا فكره ما في خصني نعرف اي حاجه ما نبغيش عاوتاني كل نهار نتناقل الصباح هذا ما في ليدو معك في هذا الشيء ماشي قلب على راسك ما عنديش لك كان ندير هاد الحريره هادي سمع كيما مشيت في الخدمه كنجي لقاها الدار كنلقاها يا ربي السلام الصباح هذا وشين صباحي دق دقا شت شي مريم باش شفتي القميجه البيضه ديال سكي مريم اش داك داكشي طلقي شي حاجه ما كتخصكش ما تبقايش تقربي ليها واش علاش خازنه هنايا على قله الضيف مني اش هذاك الشيء شما عندك والو لا حول ولا قوه الا بالله مع هذا الراجل بعدا انا قرشينك قرشيني قرشيني يا الو السلام وي شكون معايا معاك عطاي ديالك قال لك شكون معاك ياك ما هيك شحال تبركيك جبت لكم قال لك شكون معاك وي نعم وي عرفتك والمهم هذيك الدري زريقة راه هذاك سيمو اللي كان خدام مع زريقة وراه يلا بالي دابا في الغابة يلا دابا بالي في غابة مع شي دراري وما عرفتش يلا بالي دابا غير دابا شفتيه متأكد يلا الله يعاون الشيخ يلا الباي ديالك ان شاء الله فيه شي يلا الله يعاون سيدي سلام الله قومي لا جايب لي يلا هادي خدمه نقيه هادشي راه مدير للصحة أنا قريت في العلوم التجريبية هادشي راه مدير للصحة ما مزيانش لك شناهو؟ هادشي راه مدير للصحة واش تسوقك؟ اش باغي علاش جاي عندي دابا شنو؟ جابش تقول لي مدير للصحة؟ انت كيصرف عليك بوك تقول لي أنا مدير للصحة خاطر لي رزقي الحمد لله أنا قريت وخدمت أنا جيت نصحك نصحي هادشي راه مدير للصحة وصافي دابا خرج مره وانت كقول لي اش باغي علاش جاي عندي ما باغي والو سمح لي اخويا تقلب على راسك هو غادي دور قطعتيني ما خرجتش نطلعت بواقتي على خاطري توين على الدين خراده سبحان الله العظيم كيتقبلوش النصائح ما عرفش
كي داير لاباس عليك؟ كيفاش؟ عافاك اخويا بغيت نطلبك. شنو اللي كنحلم؟ سمعني بغيت نطلبك دابا انا مبيه ومقطوعه وبغيتك واخا تعطيني غير قريم ودير معايا اللي بغيتي. ممكن بلاشي، واش انا كنحلم الناس كيحكوا مقراج يخرج ليهم هذاك الجن كيعطيهم ثلاثة تلاف وانا سميت سطا. دابا شنو واش غتعامل معايا؟ واش داوي بصح؟ شي اسمه كيم كيبيع الدقيق وممكن حاله حنا حياتنا كيم حنا كن برجر كل جاندر اليوم صورنا شي دير وتحرام انت الحمار ها تكرفسنا ها حتى بشيري شنو هو الشيء عندك انت غربان وحالتك حاله ماشي حبس 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 حتى واش ما غريبش عليا كيفاش عامد الشرطه حتى واش ما خايفينش عليا كيفاش ما فهمتش والو ممكنش راجلي كيفاش راجلي سفيان ما يمكنش سفيان ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش لا خرجتي عليا خرجتي عليا سفيان خرجتي عليا سفيان خرجتي عليا خرجتي عليا على حياتي وعلى خدمتي يا سفيان علاش علاش ما يمكنش ما يمكنش قالو ماني راجلي هذا راجلي كيفاش راجلك ما راجلكش انا شكون اللي قال لك انا راجلك خرجتي على حياتي خرجتي عليا على حياتي هادي هي خدمتي حياتي كامله وانا عاقل على راسي كندير هادشي هذا انت اللي تزوجتي بيا علاش 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 خيبتي صافي دابا شديتوني صافي ديو نساوني يا الكلب ما شفتك وانا كنكون السيد غنكمل مع حياتي زعما شي راجل سمعتيني مستعد تفو عليك تفو على النهار اللي عرفتك فيه سخرجتي ليا على حياتي ضيعتي ليا كلشي ضيعتي ولكن صافي هي الاخرى لك سمعتي هي الاخرى لك هاد العام غنصيفط امك للحبس غنصيفطك للحبس والو ما غاديش تبقى الدور كاع يا الكلب يا المسخ حياتي كنت عمري معاك كي ما تستاهلش طلعتي لي اكبر مافيوزي ياك هذا هو خيري وفي دارنا دوك راجل دوي هذا هو خيرهم يركب
تحتش. مرتي انا عارفك كتبغي. انا عارفك ما غاديش تشديني ما غتقديش. ما غاديش تقدي ما غتقديش. ما غتقديش. انا عارفك كتبغيني ما تقديش تشديني. ما غاديش تقدي تشديني. نوض يلا الحمار نوض.